عدنان، ألف مبروك على فوز الفريق اليوم، وأدى مستوى جدا جيد. طبعا اليوم حمد أول لاعب في واصل محلي يسجل أعلى نقاط. شنو رأيك في المستوى اللي قدمته في هذه الأمسية؟ أول شيء الله يبارك بعمرك، الحمد لله على كل حال. المباراة هذه يعني ما كان هذا طموحنا، طموحنا أحسن من كذي. يمكن كان عندنا أخطاء دفاعية، الأوفنسي يعني توفيق من رب العالمين، إحنا نتمرن الحمد لله. يعني سجلت أغلب التسديدات الثلاثية من برا، فهذا اللي الحمد لله خلاني أجيب سكور حلو. يعني الشباب بعدهم كانوا يدوروني على الثري لما شافوني إن أنا يعني ماشي وياي وقاعد أحط سكور. شنو سبب تألق حمد عدنان في هذه الأمسية بهذه الطريقة وبهذا المستوى؟ والله مثل ما أنت عارف يعني هنا ما شاء الله جمهور البحرين، أنا أحب ألعب بصالة 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 أي فريق بحريني تحت جمهوره، يعني يحطني شوية بضغط، خليني أتحدى نفسي، أحاول يعني أطلع بالطريقة الحلوة. إنزين، وفي جماهير من عندكم الحمد لله بعد مشجعيني. طبعا حمد، شنو بتقدمه في المباريات القادمة خصوصا في لقاءات قوية قادمة لفريق الكويت الكويتي؟ والله يعني احنا نتمنى من رب العالمين يعني توفيق. زين، ونتمنى ان احنا نمشي على نفس المستوى واحسن، ونعدل بعد الاخطاء الدفاعية. عندنا اخطاء دفاعية خلت فريق المنامة يسجل 92 نقطة اليوم، يعني يعتبر هذا سكور عالي. ان شاء الله يعني بالقادم ان احنا نعدل الدفاع ونكمل على هذا المستوى ان شاء الله واحسن. مبروك لكم الفوز، ونتمنى لكم إن شاء الله لقاءات قادمة تقدموا فيها مستوى أفضل. شكرا لك، مشكور، مشكور، يعطيك العافية.